موجز الأخبار من أونلايف، أهلا بحضراتكم. أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعي خلال مؤتمر صحفي حول العملية الشاملة سيناء 2018، أكد أنه تم القضاء على عدد 105 تكفيريين والقبض على 2829 عنصرا إجراميا مشتبها بهم، مشيرا إلى أن العمليات أسفرت عن استشهاد 16 فردا من أبطال القوات المسلحة وإصابة 19 آخرين. أكد الرئيس السيسي أن حل أزمات المنطقة يجب أن يكون عن طريق النهج السياسي، مشددا على عدم جدوى الحل العسكري لحل تلك الأزمات، وأن القضية الفلسطينية تحتل صدارة اهتمامات السياسة الخارجية المصرية للوصول لحل عادل وشامل للقضية. وخلال الحوار الذي أجراه الرئيس مع شركة الأبحاث والاستشارات العالمية أكسفورد بيزنس جروب، أكد السيسي أن ظاهرة الإرهاب يجب مواجهتها فكريا وسياسيا تنمويا. أعلن الصليب الأحمر الدولي إرجاء تسليم قافلة مساعدات إنسانية كانت تستعد للدخول اليوم إلى الغوطة الشرقية، وأرجع الصليب الأحمر قراره لإرجاء المساعدات إلى تطورات الوضع الميداني بالغوطة. تعهدت الحكومة البريطانية بالرد إذا ثبت تورط دولة ما في تسميم جاسوس مزدوج روسي سابق وابنته في بلدة في جنوب غرب المملكة المتحدة. وقالت رئيسة الحكومة البريطانية تريزا ماي، قالت إن الحكومة سترد في حال الضرورة وذلك بشكل صحيح وعلى أساس أدلة جيدة، وذلك ردا على احتمال طرد السفير الروسي في لندن على خلفية تلك القضية. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.